فينا من الصبح بدك مكالمات مكالمات. يلا ادق الخط على طول. يلا 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 زيرو. الو الو. ايوه يا ماما. ايوه يا ماما انا معلش يا ماما بس انا ما عرفت اكلمك من الاسم. يا ماما اعمل ايه يا ماما اعمل فيه ايه؟ لا مضاني على شيكات كتير قوي الاسبوع اللي فات. يعني فهميني يعني ايه ما اثقش فيه؟ ده جوزي ازاي ما اثقش فيه؟ المشكله ان هو ضيع كل حاجه وضيعني معاه. كان اسمه حبيبي. كان يوم من نصيبي وكان ضحيت بعمري معاه. مشوار اسمه الحياة وكان وأنا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم هنا. أنا العتاب هيشفي جراح ولا هيجيب اللي راح. ده حكايتي مع الزمان الزمان الزمان. حكايتي مع الزمان. ماما لحقيني يا ماما عشان خاطري انا مش عارفه اتصرف فين. انا لوحدي لحقيني يا ماما. ماما هيدي صوتها ما في شك كتير حلو واليوم بسط منها كتير لأنه بالبرايم كانت منا مرتاحة ووصلت لها خبر لأنه السبت ما كانت بالصف كانت برات الأكاديمية إنه ما كانت مزبوطة وما بريد بقى ترجع لورا أبدا لأنه عم تعطينا شيء كتير حلو وعم تلفت النظر والمشاهد عم ينطرها من جمعة لجمعة كيف عم بتغني. ما بقى بدنا ترجع لورا إذا الله رأت. رجعي. بالنسبة لإلي هايدي اليوم كانت مرتاحة أكثر بكثير من البرايم. نوعية الصوت كانت أريح، كان في عندها ليونة أكثر على كل المدى اللي غنت فيه. الأداء كان أحلى من البرايم. أكيد بالبرايم ما كان في شيء غلط بس الصوت ما كان مثل ما عودتنا عليه كنوعية صوت. في شغلة واحدة بس بدها تنتبه لها هي وقت اللي عم تمد النوتات يعني على النوت تونيو على الفويل تونيو شوي نكزت نزال ونكزت ونتفت شد هو اللي لازم تنتبه له انت حتى ما يزيدوا وترجع للصوت المرتاح يلي ما فيه أبدا تشنج. أنا بشوف إنه هايدي ما بقى بدنا نضل نقول إنه صوتها حلو لأنه صوتها كتير حلو بس اليوم غنت استثنائيا بشكل كتير حلو. هالواطي بالأول شو كان حلو، هالعريض اللي عندها إياه كيف طلعت من دون صريخ ما فاجأتنا عادة لأن صوتها قوي بس تطلع نتفاجأ. اليوم كان حلو كتير وكان عندها إحساس بوجهها وبصوتها. هلأ أكيد إنه الفكرة اللي هي إنه إما وانه جوزها مضيها شيكات وكذا كانت مفشكه لنتفه. اكيد انا انه هيدي مش احسن مين بيخترع بالصف افكار وبنفذها بس من احسن مين غنى ومن احلى الاصوات بظن. باكد على انه هيدي من اجمل الاصوات وهيدي من اكثر البنات بالاكاديمي بغنوا باحساس. ولكن لازم تشتغل اكثر فكريا على مشاهدها لانه فعلا غيرها بيسبقها بالابتكار يمكن بيكون خلاق اكثر.
بس هايدي مثلا اليوم انا ما كتير فهمت، يعني حكيت كتير بسرعة ما فهمت انه شو قصتها مع جوزها، لو ما رجعتوا بعدين فسرتولي. يعني المشاهد انا دايما بقولهم بالصف، المشاهد مش لازم يتعذب تيفهم، لازم يتلقى المعلومة بطريقة سهلة. وبتقدر يعني بتقدر هايدي بتقدر على هيدا الشيء. بدي بس قول شغلي بالنسبة لشانتال، كتير منيحة بهالفوتات والظهرات الصغار، حتى أحسن من وقت اللي هي أدت مشهدها، كتير مقنعة بهيدا دور الشخص اللئيم يلي بفوتهم على هالزنزانة وبيظهرون. تنرجع لهايدي، إحساس كتير حلو، بنت صوت رائع، لازم تشتغل أكتر على المشاهد فكريا، يعني على تركيب المشهد، لأنه بتقدر تكون خلاقة أكتر. اليوم اللي كان مميز بغناء على هايدي هو اختيار الطبقة الكتير مناسبة للغنية، لأنه فيها الأغنية نوتات كتير واطية وفيها النوتات العالية. بقى برافو أنا اختارت طبقة مناسبة جدا لألا، وكانت كأنه درس المغنى مزبوط بيّن هيدا الشيء. اليوم هايدي قدرت تتخلص من الخوف يلي سيطر عليها بالبرايم، يعني أنا بشوفه عائق كبير كان قدامها، كانت كتير ملبكة بالنفس بالأغنية، وكتير عتلانة همها أنها تفوت صح أو يؤديها النفس أو كل هالتفاصيل، وشفنا أنه حسيناها أقل مستوى من كل المرات الباقية. أهم شيء اليوم طلعت من هيدا الخوف، لأنه كنت عتلانة همها تضل عايشة هيدا ستريس ويأثر هالشي عم أغنيها على طول، وإن شاء الله تتعود أنه تغني من دون ما تخاف بالبرايم، لأنه هي عندها كل الإمكانيات بتخولها تعطينا شيء كتير حلو. بس الخوف أوقات بيكبل الصوت وبيخلينا عايشين تردد وقتها بنسمعها مثل وقتها هي بتغني، لأنه نحنا دايما منحس هنو شو بيعطونا. بقى إن شاء الله تقدر تتخلص من كل الأشياء اللي بتخلي صوتها ما يكون بأبهى حلة، لأنه حرام ما نسمعه بكل جمالياته.